عارفين اقول الحكايه دي باستمرار، وحاجه هي قصه مضحكه. كنت واخد تاكسي مره من يعني كنت في بلد من بلاد، اخدت تاكسي وبعدين سبت كل الناس اللي معايا واخدت التاكسي. التاكسي واحنا ماشيين كان عدت من جنبنا عربيه مرسيدس، راح باصص كده وراح قال لي تعرف بتوع المرسيدس دول كلهم حراميه؟ فانا ابتسمت قلت له تحب يكون عندك مرسيدس؟ قال لي انا مش حرامي. قلت له طيب تعرف حد عنده مرسيدس ومش حرامي؟ قال لي الحاج عبد الله. قلت له تحب تكون زي الحاج عبد الله؟ راح ساكت خالص، اتغير اعتقاده في ثانيه لانه حكم وعمم. دلوقتي تعرف لو انا اديت للشخص ده فلوس ومعاه فعلا فلوس كافيه، اول حاجه هيعملها هيشتري مرسيدس، لكن هو عشان ما عندوش ما بيحاولش يعمل اي تغيير، فبيشتم كل الناس وبيحكي على كل الناس اللي عندهم مرسيدس لكن جواه نفسه فيها. فتبص تلاقي بدل ما انت عمال حاطط نفسك ورا عزك ان دول حراميه وانهم محظوظين وان لازم يكون عندهم قدرات معينه، لا ده انت عندك قدرات لا محدوده، كل ما في الامر حطها في الفعل، بدل ما تشتكي، بدل ما تقعد تحقد على الناس، بدل ما تقعد تلومهم وتقارن بينك وبينهم، لا ما ضيعش وقتك، حطها في الفعل. فهذا الادراك